لماذا نتذكر بيان 30 مارس الآن؟ احنا بنتذكره ليه؟ بيان 30 مارس الحقيقة أنا ساعة إلقاء البيان من الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كنت في المرحلة الثانوية، وتفاعلت مع هذا البيان باعتباري ابن لثورة يوليو واللي بتتعرض لانتصارات وتعرضت إلى انتكاسات، فكنت مهتم بالبيان باعتباري شاب نشأ في ظل ثورة 23 يوليو. للحقيقة أنا لما استعدت قراءة البيان بيان 30 مارس قرأته الآن لقيت إن أنا كأني ما كنتش قاري يعني بفهم كامل، أدركت حقائق لم تكن واضحة لي منذ صدور البيان في ليلة رأس السنة الهجرية، يعني المفارقة أو المصادفة. علشان بس الرد على أخواننا اللي بتجرب الدين، إن عبد الناصر يختار ليلة رأس السنة الهجرية فيعلن بيان 30 مارس اللي الأستاذ علي قال إنه قال الآن يستحق لنا أن نأمل أو نتطلع إلى المستقبل. طيب هو يعني إيه اللي أنا طلعت من إيه من بيان 30 مارس؟ لما قريته تاني، أما قريته في ظل الظروف اللي احنا عايشينها النهاردة، لقيت في أوجه شبه للظروف اللي عاشت فيها مصر في 68 وأوجه شبه للظروف اللي احنا بنعيشها النهاردة. أول وجه شبه إن الشعب المصري في 9 و10 يونيو خرج خروج لم يسبق له مثيل في ظل دولة تعرضت إلى نكسة شديدة صدمت كل أبناء الأمة العربية، ولكن شعبنا بوعيه الفطري، الشعب اللي احنا كل يوم بنتعلم منه زي ما عبد الناصر قال القائد والمعلم، هذا الشعب فعلا هو القائد والمعلم. وعبد الناصر سنة 56 وهو خارج من بيته كانت غارات الطيارات الإنجليزية والفرنسوية بتضرب في القاهرة وفي محيطها، فخرج عبد الناصر عشان يروح يتوجه إلى مجلس الوزراء علشان يناقشوا إيه العمل في نكسة في 56، فلقى الناس في الشارع واقفة بتقول له سنحارب. أدرك عبد الناصر ولقط الخيط من الشعب العظيم القائد والمعلم إن مواجهة العدوان بالقتال والمقاومة، وده اللي حصل سنة 56، واستطعنا فعلا إن إحنا ننتصر في 56. نفس الموقف تكرر 67 في نكسة والقاهرة تعيش في الظلام، وعبد الناصر يطلع يوم 8 يونيو يعلن النكسة، يعلن الهزيمة، يعلن انكسار الجيش المصري، ويعلن تحمل مسؤوليته كاملة عما حدث، رغم أن هناك من قصر في قيادات الجيش، إلا أنه بكل شجاعة وبكل جرأة على مواجهة الحقائق أعلن أنه مسؤول. ثم لم تمضي أقول إيه دقائق، أنا كنت بسمع خطاب عبد الناصر يوم 8 يونيو في مكان في أحد مدارس في عندنا في 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 حي اللي أنا بعيش فيه، ها الجمالية يعني، ولقيت الناس خرجت قبل يمكن عبد الناصر ما يرجع البيت أو قبل ما ينتقل من الإذاعة يعني. خرجوا جماهير غفيرة ترفض تنحي عبد الناصر. ليه؟ لأنها وعيها الجمعي وعيها الفطري المعهود لهذا الشعب إنه عبد الناصر هو القائد المؤهل لأن يقود بنا هذه المرحلة وأن نعبر منها لتحقيق إزالة أثار العدوان وتحقيق النصر. ده وعي شعب مش خارج علشان ومحدش خرجه زي ما كانوا بيقولوا، لا يستطيع حزب في العالم انه يخرج ملايين الشعب المصري كده. ففي 29 الملاحظة انا ليه بربط بين ما نحن فيه الان وما بين ما حدث في 30 يونيو 68، ان الشعب المصري 29 يونيو خرج وطالب عبد الناصر
بأنه يرجع مرة أخرى يتحمل قيادة هذا البلد حتى نستطيع أن نواجه ونزيل أثار العدوان اللي كان يعني بمثابة صدمة لأحلامنا وأملنا جميعا في على امتداد الوطن العربي كله. فده كان واجه الشبه أن شعب 19 يونيو هو شعب 30 يونيو، هو شعب اللي خرج زي ما الأستاذ علي بيقول بيطالب بتغيير الأوضاع في القوات المسلحة اللي أدت إلى نكسة عارضة، أي عارضة لأن تجاوزناها والحمد لله. هو نفس الشعب 25 يناير و30 يونيو اللي خرج عشان يصحح أمور كثيرة جدا في الشعب المصري في بلدنا المصرية. إذن هذا الشعب القائد والمعلم حينما تتعرض مصر إلى أزمة لا ينتظر قائد ولا ينتظر زعيم ولا ينتظر قيادة سياسية ولا ينتظر نخب كثيرة الطحن دون حبوب، ويخرج في الشارع ويؤمر من يثق فيهم، يؤمر من يثق فيهم بأنه لا بد أن نعبر هذه المرحلة. ده وجه شبه من أوجه الشبه اللي أنا شفتها لما قريت 30 مارس بعد 40 سنة، كنت أنا لسه في ثانوي ومؤمن ببيان 30 مارس لأنه قاله عبد الناصر. الآن ازداد إيماني ب 30 مارس لأنه العلاج اللي قدمه عبد الناصر لأن ينقذ هذه الأمة، وكان الأيام دي بنقول خارطة طريق وخارطة مستقبل. ولكن أنا عايز أقول إنه عبد الناصر ما كانش بيحب الكلمات المستوردة، لا طريق ولا مستقبل، البرنامج 30 مارس البرنامج لهذه الأمة نعبر بيه ونستحق عشان نتطلع بيه إلى المستقبل. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها إنه البرنامج كان لمواجهة خطر، وما نحن الآن فيه بنواجه خطر. أعتقد نفس الأعداء ونفس الأخطر، العدو الاستعمار الصهيوني ها هو نفس العدو الآن الاستعمار الصهيوني. هذه مصر تتعرض والأمة العربية تتعرض لنفس أعداء الأعداء نفس أنفسهم، أيضا عملائهم، عملاء الاستعمار وعملاء الصهيونية في داخلنا وعلى امتداد أمتنا العربية. إذن الخطر الذي خرج من أجله الشعب المصري في 19 يونيو هو نفس الخطر اللي بتتعرض له مصر في 30 بعد 30 يونيو سنة 2014. طيب إيه العمل؟ عبد الناصر بحسه الوطني وإنه كان أذنه على نبض الناس، سمع نداءات الشعب زي ما قال الأستاذ علي إنه خرجت طلابنا في جامعات الطلاب وفي المدارس الثانوية وعملنا في مناطق قلاع الصناعة اللي كانت موجودة قلاع صناعة في حلوان وكفر الدوار والمحلة، وخرجوا يطالبوا عبد الناصر بأن يتم تغيير ومحاسبة من فرطوا ومن أهملوا في معركتنا أمام العدو الصهيوني. ما كان من عبد الناصر إلا أن يستجيب ويختار ليلة رأس السنة الهجرية ويعلن بيان 30 مارس. إيه بيان 30 مارس؟ بيعلن فيه إيه؟ أولا بيعبر فيه عن أن تمت، بيطمن الشعب أن تمت عدة تحولات، يعني في تحولات حصلت. إيه التحولات الأولينية؟ نمرة واحد إعادة بناء القوات المسلحة، ده في 68. في 67 في يوليو 67 يعني لم يمر أقل من شهر حتى أثبت الجيش المصري الحقيقي أنه تصدى لقوات العدو في رأس العيش، معركة رأس العيش. وعلى أساسها عبد الناصر خد قرار بتعيين القائد العظيم محمد فوزي والقائد العظيم عبد المنعم رياض، وأعادوا بناء قواتنا المسلحة لاستعدادا لإزالة أثار العدوان. هو ده الهدف اللي كان بيخطط له عبد الناصر مع شعبه، ان احنا نزيل أثار العدوان. فكانت البداية الأولى ان احنا نقف على بناء قوات مسلحة قوية تستطيع ان تزيل أثار العدوان. وجه إعادة بناء القوات المسلحة، وبنأنا في حرب الاستنزاف من هذه اللحظة واستمرت إلى حرب 73. الحاجة الثانية الصمود الاقتصادي، وخلي بالكم ان احنا في مصر عبد الناصر كان يدرك ان احنا ما حدش هيقدر يمد ايده لينا، احنا بس اللي نقدر نعتمد على انفسنا. فلما جات المعركة
بعد 67 وعشان نعمل حرب استنزاف. ايه اللي كان في ايدنا كشعب مصري ان احنا نخوض هذه المعركة؟ هل سلاح فقط؟ لا، كان عندنا اقتصاد، عندنا صناعات توفر كلها. حتى لو منكم الكبير شوية يفتكر ان كل عربيات المصانع كان مكتوب عليها المجهود الحربي، هذه العبارة كانت تخصص اقتصاد مصر، كل اقتصاد مصر في الصناعات مختلفة، صناعات حربية وصناعات مدنية، لأن تكون في خدمة المعركة، في خدمة المعركة. عشان كده واجهنا هذه المعركة مش بمد الإيد، مش بالتسول، ولكن بيد تبني ويد تحمل السلاح. هذا شعار مرحلة حرب الاستنزاف اللي كانت مؤسسة على بيان 30 مارس، يد تبني ويد تحمل السلاح. وفي ظل الوقت ده كنا بنعمل مجمع الألمونيوم، وكنا بنبني وكنا بنستكمل بناء السد العالي اللي انتهى في 23 يوليو سنة 70. يعني عبد الناصر لم يمهل له العمر، لم يمهله العمر انه هو يفتتح السد العالي بنفسه، للأسف الشديد. يعني إذن نمرة واحد بناء القوات المسلحة، ان ما نعرفش نقدرش نروح هذه الاثار العدوان واحنا ما عندناش جيش، واحنا عارفين ايه اللي حصل واعاد بناء الجيش. نمره اثنين الصمود الاقتصادي. نمره ثلاثه تصفيه مراكز القوه. احنا في نفس الوقت الجيش بتاعنا الان بيعاد ترتيبه، بيعاد تكوين اسلحه، وشفنا اخر قرار فيها اللي هو سلاح الانتشار السريع علشان يواجه الاخطار المحيطه بحدود مصر. هذا القرار هو قرار في خطه اعاده بناء القوات المسلحه اللي اتعملت في 74، اللي اتعملت في 69 70 وهكذا. اذا احنا ما نقدرش نفصل بين عناصر بين مراحل تاريخنا، ولا حتى وعي شعبنا بالاخطار اللي ادركها وبيدركها دائما، وعلى فكره هو فعلا الشعب القائد والمعلم. تصدى لمراكز القوى، احنا الان بنتصدى الى مراكز القوى اللي موجودة، اللي نشأت في ظل دولة الفساد والاستبداد، واللي استمرت مع دولة الفاشية الدينية. اذا احنا بنعاني فعلا من مراكز قوى خبيثة عميلة تتعامل من اجل مصالحها الشخصية وليست مصالح الوطن. هو نفسه في بيان 30 مارس، وانا ارجو ان احنا نبحث عن بيان 30 مارس ونقراه، مش لان هنتعبد في شيء مات، ولكن نتفهم برنامج سموه خارطة طريق، سموه خارطة مستقبل، برنامج وطني فعلا للخروج منا نحن نعاني منه الآن. الحاجة الرابعة مصارعة الشعب بكل شيء. عبد الناصر كان لا يفصل بينه وبين أحد فواصل. حينما كان يشعر بأزمة كان يفاجئ الناس أنه عارفها زي ما أنتوا عارفين. اي ازمه كان بيشعر بيها حتى ولو كانت صغيره. وانا افتكر مره قرات في مجلس انه كان في مجلس الوزراء، فدخل مجلس الوزراء وبعدين معاه ظرف طلع منه رغيف عيش وقال لوزير التموين تقدر تاكل رغيف العيش ده. فطبعا مجلس الوزراء استغرب يعني، فقال لهم وزير التموين اللي يسيب رغيف عيش ما لا يصلح للاستخدام الادمي، لا يصلح انه يبقى وزير. عبد الناصر ما كانش مستني فضائيات تنقله، هو ما كانش عنده فضائيات، يا ريت كان ايامها كان في فضائيات عشان كان هتنقله حاجات بنشوفها النهارده. عبد الناصر كان ودنه زي سماعه الطبيب، يستطيع ان يكتشف الامراض دي للقلب وللكبد وللكلى. عبد الناصر كان مع الشعب وجها لوجه، ما فيش فاصل بينه. ولذلك لما يخرج يقول حاجة الناس في الشارع تقول كنا عايزين نقولها أو كنا عايزين نعملها. هو ده القائد اللي احنا بنحتاجه، وهو ده القائد اللي محتاجينه الأيام دي. إن احنا محتاجين واحد يبقى عارف بالظبط إيه الأخطار وكيف نواجه هذه الأخطار. واجه ده إزاي؟ شكل وزارة شباب جديد، كله على فكرة ساعتها كانوا دكاترة جامعة، كان منهم حجازي، كانوا لسه شباب، كان منهم حجازي وعلي لطفي وحلم مراد وعزيز صدقي كان قبليهم. عزيز صدقي لا، انا بتكلم في بيان 30 مارس
حينما أعلن تشكيل وزارة بعد بيان 30 مارس. دخل جيل جديد من الوزراء لديهم فكر سياسي وفي الوقت نفسه لديهم عمق علمي ثقافي، جابهم من الجامعات ولكن لهم رؤية. هو عبد الناصر كان يقعد ويسمع، كان في المؤتمرات يسمع دكاترة الجامعة بيقولوا ايه، الفنانين يقولوا ايه، الشعب العامل بيقول ايه، الفلاح والعامل. فكان عبد الناصر همه الكبير ان يشوف الناس عايزة ايه، ياخد منها ويعطيها. يعني كان يتناوب معهم الافكار ويتبادل منهم الاراء. طبعا قلنا احنا عبد الناصر اعاد بناء قطر المسلحة، ثم اعتمد على اقتصاد وطني مصري صناعة وتصديرا واستيرادا، يعني اقتصاد كامل. نمرة لكن لما جه شكل الوزارة في ناس قالت يعني هو ايه العبرة في تشكيل الوزارة؟ فكان تشكيل الوزارة عبد الناصر كان ليه عبارة في بيان 30 مارس، وارجو ان احنا نقرأ البيان كاملا، يعني انه قال انه ليس تغيير الاشخاص هو الهدف، يعني وإلا هنغير أشخاص بأشخاص، يعني نشيل على رأي المثل ولو قلدوا وجيبوا شاهين، يعني لا. عبد الناصر أدرك أن التغيير الحقيقي هو تغيير في الظروف، وإحنا الآن محتاجين فعلا أن ليست التغيير تغيير أشخاص. يعني ما إحنا شلنا حسني مبارك وجي محمد مرسي، لقينا العملية ما فيش فرق أكتر من الدقن، يعني ما لقيناش فرق غير الدقن، ولكن نفس الفساد، نفس الاستبداد، نفس العمالة الأمريكا سواء كان هنا او هنا، مفيش فرق بين الاثنين، لكن تغيير الظروف هو الاهم، وده اللي احنا عايزين نحرص عليه فعلا بعد 30 يونيو، ان احنا نبقى حريصين على تغيير الظروف وليس تغيير الاشخاص. انا بس عايز اخلص من في اخر حته عايز اقولها. حاضر. انه عبد الناصر في بيان 30 مارس الحقيقه حط خطه للمستقبل، من اهمها وضع الدستور الدائم. في بيان 30 مارس حط خطة لوضع الدستور الدائم للبلاد، لأنه كان مكلف مجلس الشعب قبل 67 أنه يضع الدستور الدائم، عشان بس ما حدش يزايد علينا ويقول أنه قبل مش عارف إيه والديمقراطية، ما كانش فيه ديمقراطية ولا كان فيه كلام فاضي من الكلام اللي بيحصل ده. لكن عبد الناصر لما جات معركة 67-73 كان لا يعلو صوت فوق صوت المعركة، بمعنى إيه؟ أن كلنا همنا مدنيين وعسكريين أن نزيل هذه الغمة، نزيل أثار العدوان، ثم نعيد مرة أخرى بناء مجتمعنا دستوريا وقانونيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي كان بيأكد من ضمنهم إيه بقى، من أهم حاجة لفتت نظري، أن يوضع نظام للانتخاب رئاسة الجمهورية سنة 68، مش سنة 7، مش سنة 2000 ولا 97 76 اللي هو بتاع، لا من التعديل الدستوري، التعديل الدستوري اللي هو 1976، يعني من 68، مش من 6 مش من مش تعديلات مادة 76 اللي حصلت في 2005. من 2005 ل 68 كان عبد الناصر في بيان 30 مارس، انا ما بقولش كلام من عندي، بيان 30 مارس كان بيقول أن على وضع الدستور أن يراعوا وضع نظام لانتخاب رئيس الجمهورية، وأن تكون له مدد، كل المنتخب من أول رئيس الجمهورية إلى المجالس المحلية أن تكون لهم مدد محدد. محدش ألف لنا دي، محدش قالها لنا من جمعيات الأهلية حقوق الإنسان من أمريكا عشان يقولوا لنا خدتوا مدد لرئيس الجمهورية وحطوا مدد لمجلس، لا. عبد الناصر قالها بيان 30 مارس، ها، ان من اول رئيس الجمهوريه المنتخب الى العمد انه تكون لي مدد. قال ايه ثاني في الحاجات بتاعه الدستور؟ تحرير المراه، حمايه الامومه والطفوله والاسره، مش بدع، النص على الصله الوثيقه بين الحريه الاجتماعيه والحريه السياسيه. ضحكوا علينا 40 سنه بالحريات والديمقراطيه والانتخابات، واحنا في الوقت نفسه بنتسري اجتماعيا بطاله وفقر وجهل ومرض. كانت دي على حساب دي، ولا لقينا ده تشكر بيه، ولا لقينا حروق ولا لقينا حريات ولا لقينا حقوق اجتماعيه، ولا لقينا حقوق سياسيه ولا لقينا حقوق اجتماعيه.
قيام الدولة العصرية، قيام الدولة العصرية في إدارتها، تحديد واضح بين المؤسسات اللي احنا بنقول عليه فصل بين السلطات. هذا هو رؤية عبد الناصر اللي حطها في بيان 30 مارس، ولو في وقت كنا نقرا. انا بس عايز اقول بقى ايه، اذا كنا احنا شفنا وجه شبه بين 30 مارس و 30 يونيو، في وجه اختلاف، عشان بس ايه يعني وجهة الاختلاف في حاجتين. نمرة واحد، انا 30 مارس برنامج من زعيم الثورة، برنامج من زعيم الثورة، مارس النقد الذاتي، اول واحد وقف وقال احنا غلطنا وعملنا وهنعمل وهنصلح كان جمال عبد الناصر، مارس النقد الذاتي. ما شفناش حد من فينا حتى بيغلط يقول انا اسف انا غلطان، انا هصلح الغلط بكذا وكذا وكذا، ما شفناش. يبقى الفرق الاولاني بين 30 مارس و30 يونيو ان 30 مارس كانت برنامج بمعرفه قائد لهذه الثوره، اما في 30 يونيو لم يمارس النخب السياسيه والقوات والقيادات السياسيه اي ممارسه للنقد ولا تحديد سبب الانحراف اللي احنا حصل لنا ولا الاخطاء اللي احنا عشناها 3 سنين. هذا وجه الاختلاف، ان بيان 30 مارس خطه عمل لازاله اثار العدوان، اما في 30 يونيو حصل عندنا ارتباك. كل القوى السياسيه النهارده مش عارفه هي عايزه ايه، هم عايزين حقوق انسان ولا عايزين حمايه الدوله ولا عايزين عدالة اجتماعية ولا عايزين حريات اقتصادية وحريات سياسية وسوق حر، ونرجع تاني في المطحنة اللي كان حاططنا فيها الأنظمة السابقة. للأسف حصل لنا الارتباك اللي احنا عايشينه، وده أدى إلى أن برنامج 30 مارس كان هدفه حشد الشعب من أجل إزالة أثار العدوان، أما 30 يونيو للأسف تفرقت القوى من غير ما تعرف حاجة، وبالتالي مش يقدر تحشد الشعب حول هدف قومي واحد. ودي نظرة يمكن تكون من ناحيتي تشاؤمية، لكنني أعتقد أنها آفة يجب أن نتخلص منها، وبدايتها في انتخابات الرئاسية. وشكراً.